كفوح. وهي ثبتنا على بوبجي نيو ستيت. تابعوا معنا الشرح. ليتس جو. هلو حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير شباب. راح تلاقوا رابط تنزيل اللعبة بالوصف. راح ننزل اللعبة ABK وملف كامل المينيو بنفس الطريقة اللي شايفينها على الشاشة. جاري التنزيل تمام. وطريقة التثبيت كتير بسيطة، لأنه تثبيت ABK طبعا هيد الشي كلياته بس للأندرويد. للآيفون لسه ما في. النسخة ألفا فقط للأندرويد، نسخة تجريبية. النسخة كتير حلوة، وكنسخة مبدئية يعني نسخة ألفا نسخة مبدئية، لسه بيجي وراها نسختين البيتا والنسخة الأصلية. فكنسخة ألفا النسخة كتير حلوة، من الأسلحة الموجودة فيها، من السكنات، في تغييرات بسيطة بأشكال البانكيلر، البيبسي، البانديج، الهيل. وكنسخة جديدة رائعة جدا بالنسبة للدقة لحركة اللاعب، مثل بوبجي ستيم تقريبا. يعني أنا لحد الآن ما شفت حركة لاعب مثل هيك بلعبة موبايل. شباب، بعد ما ننزل الملف ABK راح نثبته بشكل طبيعي عادي. طبعا اللي ما سامح للتثبيت من الخارج فينو يفوت على الاعدادات ويعمل تثبيت الابليكيشن من الخارج، بعدين بيرجع بثبته عادي، ما في اي مشكلة. بصراحة تثبيت اللعبة بياكل وقت، وفتح اللعبة لسه السيرفر كتير ضعيف والبينج كتير عالي طبعا فيها، ولسه اللعبة جديدة يعني بدها فترة لحتى تاخد، بس كتير حلو يعني ما في مشكلة. طبعا انا بعد ما ثبتها هون راح تلاقيها بالشاشة الرئيسية، راح ندخل عليها. شوفوا، انا موبايلي ضعيف، موبايلي هواوي وضعيف شوي، بس بتفتح اللعبة. اول ما تفتح النسخة راح تطلع معنا بهذا الشكل، ما راح تفوت على اللعبة ولا شيء. راح نعمل شغلة بسيطة كرمال تفتح اللعبة. الملفات، الملف الثاني يلي نزلناه راح نشيله ونحطه بالملف الأصلي تبعية اللعبة. طبعا أنا شارح الطريقة بسيطة كتير، تابعوا معي. راح نفوت على الملف، على مدير الملفات. راح نفوت على مدير الملفات وناخذ الملف اللي نزلناه بالتنزيلات. طبعا نفوت على التنزيلات، نفوت على التنزيلات، ناخذ ملف الماني 29. بعد ما نحدد ملف الماني 29 راح نعطيه نسخ. تمام، نرجع على ذاكرة الجهاز، منفوت على وحدة التخزين الداخلية ذاكرة الجهاز الأساسية على أندرويد، على OBB راح نلاقي بوبجي نيو ستيت آخر خيار عنا. في ناس بيكون عنده أبليكيشن كتير بيكون قبل آخر خيار. تمام، راح نلصقه هون للملف. طبعا أنا لاصقه من قبل، ما راح ألصقه مرة تانية، راح أعطي تخطي. بعد ما نلصق الملف ديريكت نسخنا الملف لهون. بعد ما نسخ الملف ديريكت راح نروح على واجهة الجهاز الأساسية ونرجع على اللعبة. نفتح اللعبة، تشوف كيف راح تفتح معنا اللعبة. ليتس جو. هيك نكون نزلنا اللعبة وفتحناها بكل بساطة.
طبعا تسجيل الدخول للعبة لازم يكون عندك حساب جوجل انت مسجل مسبق فيه مشان تقدر تفوت وتلعب باللعبة فقط لا غير، هذا هو اللي بتحتاجه. شي تاني، الملفين رح تلاقوا روابط تبعتهم بالوصف، بتروحوا بتحملون وبتطبقوا نفس الطريقة ومبروك عليكم بوبجي نيو ستيت ألفا، وإن شاء الله تنبسطوا باللعب، وإن شاء الله أنا راح أفتح لايف على صفحة الفيسبوك جيم بلاي بنسخة ألفا يا بكرة يا بعد بكرة إذا الله أكرمنا وأحيانا. واللي بيواجه أي مشكلة فينا يتواصل معي على حساب الإنستغرام بالوصف أو صفحة الفيسبوك بالوصف أو يفوت على مجموعتنا تليجرام كمان بالوصف. ولا تنسونا من لايك من إيديكم الحلوة، إن شاء الله نكون فدناكم. تشاو حبايبي.